لا حنا غير. انا بعض المتواجدين بعضهم لا. في بعض يعني المرحلة اللي راحت رفعوا وناس ترقوا وفي بعضهم ما ترقوا. مستحيل يعني خمسة يترقون عريف، ما في امل في وحدة واحدة. الا فيه. مستحيل يا ربي صح. ثلاثة عندنا مترقين وكلا رقبة. كم عدد الوكلاء رقبة طيب؟ والله ما ادري بس احنا جينا دوائر عددنا 30. يلا بالتوفيق المحزم. دروح يا تركي، هز يا تركي واقف. ايش اللي يهز؟ رقاص انا. هز يا اخي. امسكه امسكه امسكه. جوده جوده. اه العن امه فجر الزاويه. هاي ها راح راح يدح من دي. انا تلوى دحمي ما يخلي حركات الشين. تبعين دورة شو سوي والله يا ابو علي دحمة شوف تكفى يا دحمة ركز ما نبغى نخسر ترى دورة يلعبون طيب ما يلعبون انت ما انت قاعد تركز في الاني صراحة في الدفاع دفاعك زي الخرا ما انت معجبني شد حيلك انت احسن من كذا انزل عليه انزل عليه سلم كورة ترى عليك يا دحمة العب نعم برا برا ايوه جوت كفو ايوه يا عيال خذ الكرة على طول نكست 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 شو اسمه شو اسمه يا ترى لعبهم سريع ابو علي قول لي كف باللهجة المعية اخ اخ اللي ياخذك الهي ما قلت لك طلع بلغم قولها قولها صح ما يقولون كذا بهالدرجة هذه لا 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 بالكخ هذه بالكخ بس كيف يقولونها مو كذا الله بيجعمر حصة لغة عربية ولا شو السالفة ولا اطلع من الجيم ولا شو اسوي ابو علي اللغة لب قلبي اللغة الألمعية التيس البر المغشوش حسبي الله عليك يلا جعمر ركز بالجيم ليه متحمسين الله اللي خاطري في التيس حسبي الله عليه وحط العشبة ايش دخلني انا كذا مدري هذيك العشبة فخمة اللي حطيتها مدري ايش هي الله يلعن امه ايش كان اسمه يا ترى يا ابو علي ايش اسمه حرام عليك لو انك ما نولت بس هذا ميوت ابو علي ايش اسمه العشبة صدق والله ايش اسمه والله بسوي لك ميوت يا جمهور برشيم تحطها في الرك يا كلب اسكت يسق الله يلعنك يا قليل الحياة خلنا نلعب يا ولد انت تيس تيس خلاص ابشر بالتيس والله التيس قدامي ما ما توفقت فيها والله يقول لك تيس والله يجعل البندق يرجع سكتوا لا اجي ارسع بطنه خلاص يلا ركزوا خلاص بسم الله دف قدام ما مداني والله ناولت لك والله اترك لك انها راحت للدهمة اقرب لي العن اختك حنيفة انا بدون سب يا تركي بدون سب يعني بالله الاسنان هوليوود ونظيفة والاخي يطلع الكلام القذر هذا ما اطلع على العن من كذا بعد نزل على باللعب الثاني يا دحمة ابي اغطي على ذاك ما تغطي مع واحد يا اخي اهبل فقي قبت بين الاخوان ها فك كل جك اي روح يا لعن ام يا لعن امه ايش كما هي اللي يمسك دور النيك الله يتسلد حرام عليك يا دحمة كفو والله ما قصر والله ما قصر والله انه يلا كفو دحمة
ابو علي. تعال يا اخي رفيق رفيق. الله العان ابوه. دحمه يا دحمة يا دحمة والله أسطورة. الله ياخذك واللعب. من الكابتن أنت يا دحمة؟ يلا كفو يلا اطردهم اطردهم كلهم زاولهم تبديل. برا برا تحت دحمة عنده ثاني مرة. حرام عليك تحت عنده دحمة برا هنا. لا اول ولي ولو لك يا دحمة تكفى امسك كورتك. العن امهم يا شيخ. حلو ايش هذه؟ يا العن ابغى اجيبها من فوق يا ولد. تكفى دحمة يدي هذا يعني من ملاقي تقعد احنا. الله يعزك والله وحش. هلا انا ما يا والله اني توقعت انا بلعب تبوا ذولا يلعبون يلعن ام السرعه يا عيال. اقسم اني حط لعب المهاجم السريع سرعه لعب زق. طيب كويس كويس طيب اصلا لعبه سريع ما يحتاج دوران ولا لمسات بس في الكرة وركب. جعمور الممحون ده كل زكاة تسبني. والله انا في نوم والله. انت تعرف انت من انا صاحي وتعرف انا ما ماني جاي اتبلع على نفسي. انت تعرف يا دحوان في متى صحيت. تركي توك صاحي؟ لا من جوا اهم العصر انت بترقد؟ ادري. جينا نفطر فول مدمس. لا يا رجل والله انا ابي كده. لا والله العظيم انا من ما في الا امس افطرت. ما في الا انا امس افطرت. شو تقول؟ اقول امس من اول دا ماني باكل دا. شاري طحينيه وشاري لبنه. شارب طحينيه؟ شاري شاري. مهدي كيف راح للديره؟ تهريب. بالله كيف امانه؟ هذا يا اخي مع انك نقطه القديه يقول لهم بيتي في برمه ويمشي يلا ببيتي. ايوه طيب هل يقدرون يجون؟ الله ما اعلم. كيف قدر يطلع؟ ايه مهدي عندكم بالله عليك. اي أيوة والله ما رد يرجع مهدي عنده موعد يوم الخميس. كيف سوى؟ مربع دايم ثلاثة رون رون. صدق والله صدق الله يلعنك يا يلعنك يا طالع مع نقطة الجدية. طلع قال لهم بيتي في ضرمة بعد النقطة ويمشي سيده وطول بيته لين وصل الخميس. الله يلعن ذي البيت اللي طول. يمشي جاك كل ما وقفوا نقطة يقول بيتي قدام. والله زين سلكت معه. زين نطلعه والله لو تحنقفوا له كان زق. والله انا وانا معك كوره دفيتها قدام انا وحدني. والله انا ضد انه الواحد يغامر المغامره هي. يعني شو عنده بالديره؟ محترق الرجال. واذا محترق يروح ديره امه تهتم فيه امه. ايه هذا ما هو محترق حرق كبير صح؟ حرق عادي. يعني يديه وبطنه وصدره وفخده. اي بس ما قصدي. من الدرجة الأولى والثانية. تحملت له بالسلامة يا جعمون. في درجة ثانية والله. لا والله ما تحملت له بالسلامة. ايوه. وليه يا الوصف؟ ما في بيني بينه الو. طيب كيف عرفت ان مهدي؟ عرفت ان مهدي لأنه كان يوم انحرك وتكلم عبد الرحمن فهد. طيب كيف عرفت اسمه انت؟
كيف عرفت اسمه؟ بينك وبينه ما اعرفه يعني؟ اي اعرفه هو. يعرفه قبل لا يعرفنا. بعرفه بس ما بيني وبينه احتكاك قصدي. حتى ولو. احتكاك. حمد له السلامة. والله نسيت بتحمد له على السلامة. خوي ولا تتحمدت الا والله لاخوه ولد عم خويك صديق العمر يا رجال. كيف ما تعرفه تحمد بالسلام؟ ما يجوز هذا الشيء. والله الله يوفقك ما يجوز. صدق ما يجوز. لا ما تخليها ما يجوز مره واحده. ما تحمد له بالسلامه. لا تقول ما يجوز مو على كيفك. ما هو رحم. ما يجوز يا حما. هاي تركي. ها تحس تكفى تركي وين؟ هاي تركي فين تركي؟ بعيد. طيب راس لاعبي افكش شو بدي اعمل انا؟ مجدرة شكرية اطيب تركي. الله هيلعن ام الزقاقة. يلا علي حرام من ابغالك يا دحمة نذر. طيب العب زين انت. والله شوف كيف ايش اسوي انا ورا. والله اني الله العظيم اني ابغالك نذر اني قويت مثلث بعد. هو متضرر مره يا دحمه تركي ولا لا؟ اي أيوة والله مره يجي حروب من الدرجه الاولى والثانيه. ايش اللي جاء يا عيال؟ انفجر الضغط عليهم الكهربائي صح؟ ايه حول. جمر ابو علي من اول. حرام يا ابو علي يا تكون من اول جتك كويس. قلت الضغط الكهربائي اللي كان معهم. ايه لان امه هم فكوه بسرعه. فكوه بقوه وطشرنا الوقت. طشر عليهم يا عمور. ها سجلوا تكفون. جعمور ايش يسوي لكم اكثر من كذا؟ يلقونكم الهدف تلقيم. لباه ابشر. بشرنا الوقت ما كنا ملمومي. اخر جيم عيال بطلع. ها بروح اصلي وارجو بعد شوي. ها حلو ذي ابو علي. اخر جيم ترى ما لعبت غير جيمين يا ابو علي. وش اخر جيم؟ راح تابع البروفيسور. بقول لك ايش يصير لا تتابعه. قل زق اسمع تعرف لا بس في جزء خامس والله سيكون بعلمك يا تركي انت يا دحمة انت ابو علي. في جزء خامس انت ترى يعتبر حرق ذا ترى مالك داعي. لا مو حرق قلت في جزء خامس بس. والمخرج خنيث ما له داعي خليه في جزء خامس ولا زين شيء. لا يا رجل كان ازود حلقه حلقتين وخلاص. اتسلل. لا والله ابغى اذبح. شوف الله يطعني عنكم واحد واحد. ايش هذا الباصي يا علي؟ حرام انهم يلعبون يا عيال ذولا والله. بس لا تخاف دام يعني تخرب انفسكم. دام معك محمد جعمور. انفسكم انكم تلعبون مع ناس معرقين. معنى اني الله يستر عليه. والله اني داري انهم تعبوا يا دحمه. انت في ذمتك يا ابو علي. الله يعزك. دفا 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 احد يحشرهم. انا ابوها بغيت تسلك صغار ويلعبون لمسات على طول مو بزي فوق فوق فوق. العب 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 شك 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 شك. روح. جعمور الله يعطيك بالعافيه. الله يحفظكم. صباح الخير يا شباب. الله يستر.